الصدق ده شيء جميل وسهل صعب، سهل اللي انت توصليه وصعب ان يبقى من سلوكك هذا المنطلق. اللي بيعمل فن ما بيموتش، الجملة دي حقيقية جدا، وأكبر دليل عليها إن النهاردة الجمهور المصري بيفتكر الفنان الراحل وائل نور وبيدعي له. النهاردة ذكرى ميلاده، ورغم إنه رحل عن عالمنا من سنوات إلا إن الجمهور لسه فاكره وفاكر أعماله. مين يقدر ينسى البخيل وأنا وفوازير رمضان؟ وقبل رحيله بشهور قليلة كانت لينا لقطات حصرية معاه. وحتى بعد رحيله ابنه بيكمل مسيرته وبيفكر الجمهور بيه، يوسف وائل نور نسخة من بابا. وكان لينا لقاء سابق معاه وسألناه ممكن يمثل ايه من ادوار والده. لو هرجع مثل حاجة لبابا يعني، بص الموضوع هيبقى صعب قوي، لان انا عمري ما هتخيل حد في مكان وائل نور ايا كان مين يعني. حتى لو انا بالنسبة لي الحاجات اللي بابا عملها بالنسبة لي ما ينفعش حد يقدر يعملها بعده، لان دايما بشهادة طبعا كل الناس ان بابا كان ليه جزء. فمش عارف، بس ممكن لو كان عايش كان ممكن اشوف جزء تاني من البخيل وانا. بس طبعا بابا هو اللي يعمله مش انا يعني اشوف. اما دي فكانت نصيحة العمر اللي قالها وائل نور لابنه قبل رحيله. إن ممكن مثلا حاجة هقولها لك تنطبق على الشغل وتنطبق على حاجات تانية، إن اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. يعني أنت طول ما أنت هتبقى صادق في حياتك، طول ما الدنيا هتبقى صادقة معاك. فده كمان أنا بطبقه في الشغلانة اللي أنا بشتغلها، إن أنا طول ما أنا أبقى صادق، طول ما الناس هتقرب مني، طول ما الناس هتصدقني، طول ما الناس هتحبني،